طيب خليني اشوف الرز معاكم استوى معانا ولا لا. شكله استوى، شوفوا شايفين الرز هذا، الرز الملون مي مشكلة، شيلوا دي بطريقة. شوفوا الرز البرياني صار كده بدي طريقة. الله الله الله، سمعتوا الرز كيف؟ نحن حنخلطه كده. نبدأ بهذه الطريقة ونبدأ نغرف. أنا أحاول أخذ اللي تحت أول وبعدين أخذ الرز الأبيض من فوق، هو حيتلخبط. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بصحة وسلامة يا رب. رجعت للطبخ والنفخ والاشياء هذه، فبعمل غدا للبيت، فجالسة افكر بعمل برياني، دجاج برياني. حصور مرة كتير فابغاكم يعني نرجع للايام الحلوة لما كنت بأطبخ وما اوقف تصوير. ان شاء الله ما اطول عليكم، فحسوي رز برياني. اهم حاجة عندي انا يعني هنا حطيت زيت اللية، وحستخدم زيت سمن، استخدموا اي سمن يعني تبغوا. السمن يعطي لذاذة للطبخات، بالذات الأزاز والبرياني بصفة عامة. اوكي، عادة في المرحلة هذه احط بصل طازة، بس انا ابغى البصل اللي اطبخه مع الدجاج يكون بصل مقلي او متحمر. تقدروا تكشنوا البصل وتخلوه يقلي، بس انا حستخدم يعني عشان اسرع، يكون اسرع. طبعا البصل ما حخليه يطبخ عشان لا ينحرق علي، قيدو لونه بني. هشيل الدجاج وابدا اكشنها مع البصل، اخليها تتحمر. هذه الحركه مره تخلي الاكل مره لذيذ، لما تيجوا تكشنوا الجلد وتكشنوا الدجاج مع الزيت يعطي لذاذه مره طعمه. اوكي، فهذه اوصال تقدروا تقطعوها اصغر، ولا تبغوها كذا اوصال كبيره مش مشكله، بس انا ما ابغى اخذ استخدم ملعقه عشان ما ابغى المويه اللي في الدجاج تنزل. هذه حرميها، نخليه يتحمر شوية بس يعطيني لون. هنا عندي رز بسمتي منقوع، يمكن له ساعتين ثلاثة ساعات، حطبخه نص استوى، حط عليه موية حارة أملحه وأحط معه عليه موية حارة شوية زيت. أوكي، وأخليه نص استوى بعدين أوريكم إيش نسوي في البرياني، بس أول حاجة نخلص هذه. عندي احتاج كمان طماطم حبات، تقدروا تستخدم. طيب دحين شوفوا كيف الدجاج اتحمر شوية، نقطة مهمة عشان يطلع معاكم لذيذ، وما ابغى البصل ينحرق لانه قيده مقلي. فابدأ احط هنا صلصة الطماطم اللي انا سويتها، نحط حقت ملعقتين فرفشت، اسف على الازعاج. طيب وعندي هنا طماطم، ما عندي طماطم طازة، فاحط نص علبة طماطم علب، نص علبة بصل طماطم بهذه الطريقة. اوكي، وحنستخدم دحين نبدأ نحط كل البهارات. عندي هذا كاري بدون فلفل، حط ملعقتين مليانة بهذه الطريقة. وعندي كمان البهار هذا اللي هو البرياني الماركة هذه، ما حكثر كثير لأنه فيه فلفل وابغى الناس انها تاكل من البرياني ما يكون مره حار شويه. تمام، عندي هنا شويه ملح، زنجبيل وثوم، حنضيفها كمان هنا. عندي هنا اوراق الكاري جبتها من لولو، حنضيفها هنا. عندي كمان اخر حاجه، اتوقع اخر حاجه، شويه زبادي حنضيفها مع الدجاج. حنخليها دحين، وفلفل اسود، خليني اضيف فلفل اسود، خليها كلها تنطبخ مع بعض. تمام، واوريكم ايش نسوي، بس نخليها كلها تبدا تنطبخ. جاء في بالي كمان احب الحبات الكمون تكون موجوده في خلاص، الحبات الكمون خليني اجيبها واحطها، بس ابدا اخلط كل حاجه لما كل الاشياء تبدا تتكون مع بعض بهذه الطريقه. نخليها تطبخ، حخلي الدجاج يستوي، بعدين لما يستوي الدجاج نص استوى الرز. في شيئين كمان مرة مهمة أحب أستخدمها في الأكل، حبات الكمون مرة أحب أستخدم.
في الأكل، هذا واحد. وثاني أهم حاجة، هذا أهم قبل الكمون، اللي هو خل التفاح. دائما أحط في كل أكلاتي أحط خل التفاح، يعطي لذاذة مرة طعم، يكسر الحلى مع الحموضة. عرفتوا كيف؟ يعني أحب كده إنه يكون فيه له التوازن في الطعم. فهذه كلها أخليها تتكشن، نطبخ شوية. أوكي، قدر مرة حار، أخليه يطبخ. أوكي، ممكن ما أحتاج أضيف له موية، بس أبغى الدجاج يستوي كده. خلاص ملحنا، حطينا كل البهارات، شايفين؟ شوف كده صار شكلها بدي الطريقة. صوص أحمر مرة حلو لونه، ريحتها تجنن. خليني أوريكم شكل اللحمة كيف صار شكلها كده. أقرب شوية كده، الصوص تبعه عارفين يطلع معاكم تخين ولذيذ. طبعا البرياني عشان ينجح معاكم، كل ما زاد الزيت كل ما يطلع أطعم. للأسف كل أنواع الطبخ كل ما كان الزيت أكثر كل ما يطلع أطعم. لكن أنا عشان بستخدم زيوت طبيعية غير مهدرجة وزيوت طبيعية ما أشيلها، عرفتوا كيف؟ دحين عندي الرز هنا، الرز هذا حملحه، حخليه يستوي نص استوى، تمام؟ ما حنكتر، نص استوى. ممكن نحط قرفة، هيل، قرنفل، أشياء زي كده، حط عليه موية حارة، خليه يطبخ كده 5 دقائق وأصفي. بعدين إيش حنسوي؟ أوريكم إيش حنسوي في هذا. بس أبغى هذا نطبخ، حغطيه وأخليه يستوي شوية. إذا الموية مرة قليت تقدروا تزيدوا عليها موية، واستنوا عليه لما تستوي. هنا قاعدة أسوي دال، فإيش أحتاج؟ هنا حطيت بصل، ثوم، طماطم، نفس المكونات، حبات كمون، خل تفاح، صلصة طماطم، سكر، حبات طماطم، صلصة طماطم، إيش كمان؟ ورق الكاري، حطيت سمن وزيت اللية، تمام؟ بس كشنته كده مع الزيت. عندي عدس، الدال اللي بالعدس اللونين، دحين هحطه فوقه. طيب هخليه ينطبخ في قدر الضغط، لانه الدال ياخذ وقت على بال ما ينطبخ، يعني يبغاله 40 دقيقة زي اللحمة، سبحان الله. اوكي، هاخلط هذه كلها، احط عليها موية، ما استخدم موية حارة، لانه سبحان الله العدس لما تحطوا له موية حارة ويطبخ حياخذ فترة اطول عشان ينطبخ وينهرس. فلازم تحطوا موية على درجة حرارة الغرفة لما تيجوا تطبخوا الدال او العدس، ما تستخدموا موية حارة أو يطول، يعني هو كده ولا كده يطول. فأنا دحين هحط موية على درجة حرارة الغرفة. أوكي، بس علين لما يغطيه بدي الطريقة. عادي لو زادت الموية، أنا يبغى ينهرس شوية، هخليه في قدر الضغط يمكن 20 دقيقة مو 40 دقيقة، وأشوفه. إذا كويس خلاص ملحته كله، إذا كويس خلاص يصير جاهز، وبعدين أوريكم إيش تسوي. إذا مو كويس هضيف له موية زيادة وأخليه ينطبخ كمان يمكن 15 دقائق في قدر الضغط مرة تانية. واحدة من الأشياء اللي أحب أسويها وفي بيت أهلي يعملوها دائما، يجيبوا صلصة الطماطم يحطوها في الفريزر، وكل ما يحتاجوا صلصة طماطم يقطعوا الكمية اللي يبغوها وتكون مفرزنة، خلاص تشيلوا الكمية اللي تبغوها زي هذه الوصلة، تستخدموها في الطبخة وهذا يرجع في الفريزر. كده تضمنوا انه صلصة الطماطم عمرها ما تخرب وما ترموا حاجة، عرفتوا كيف؟ فزي كده بغيت اوريكم الطريقة. اكيد كثير من امهاتكم بيعملوا هذه الطريقة، بس حبيت اذكر الناس التانين، الجيل الجديد اللي ما يعرف هذه الحركة. صلصة الطماطم نسيتها، يعني انا احب استخدمها لانه صراحة تعطي لون للاكل، مرة يعطي لون مرة حلو، عرفتوا كيف؟ فحطيت وصلة صغيرة. شوفوا اللحمة، وطيت النار وبخليها تستوي نص استوى. الحين هخلي الرز بس عشان تعرفوا، انطبخ نص استوى وبعدين اوريكم ايش نعمل. كمان الصلصة الطماطم الثانية حطها مع الدال اللي وريتكم، هو هذه الكمية السريع. خليني كمان اوريكم، لي يمكن 4 سنين انا استخدم القهوة حقت امي نورة، ما شاء الله تعمل القهوة على الجمر على الفحم، وتطبخ هي تحمص القهوة بنفسها وتنظفها وتخلطها، ما شاء الله قهوتها لا يعلى عليها. عندها كمان خلطة القشر، عندها بهارات مختلفة هي تسويها، واحد عادي وواحد حراق.
فنانة فنانة وما شاء الله ليها موقفة يمكن كم شهر مسكينة تعبت في يدها ودحين رجعت، فحط لكم الرقم حقها اللي حابب يطلب منها، وحط لكم السناب حقها، هي تعمل تقدر تتواصلوا معها في السناب كمان، تعمل تصور كل الأشياء كيف تسوي القهوة وتسوي ما شاء الله، كمان تسوي تمر مكنوز وتسوي سمن أنواع وأشكال، يعني شغل على أصوله، ترى هي جدة ما شاء الله وتعمل الشغلات على أصولها حقت أيام زمان، الشغل العدل، القهوة العدلة، الأشياء العدلة، السمن العدل، لا يعلى عليها. أمي نورة يعطيك العافية، شكرا على الأغراض، هذا دعم، ودائما أحب أدعم الأسر المبدعة، وأحب أدعم أي إنتاج سعودي في بلدنا، وإن شاء الله المنتج هذا يعجبكم زي ما عجبني من 4 سنين وأنا أستخدم. الحين المرحلة اللي نطبخ فيها الرز، عندي رز هنا منقوع يمكن 3-4 ساعات، حطيت شوية ملح وبس، ملح والرز البسمتي، ونحط عليه موية حارة، هخليه يستوي نص استوى، حتى لو زادت الموية ما هي مشكلة، لأنه في النهاية أنا أبغى الرز يستوي نص استوى. وبعدين إيش هعمل؟ على فكرة تعالي وردة تبغاني أقول لكم إنه هي فكرتها كانت إنه أسوي أكل برياني هندي اليوم، يعني قالت ماما بأكل برياني سوي لنا هو، عشان كده قاعدة أسوي ذا الأكل، وقاعد تقولي لمتابعينك عشان يعرفوا. أوكي، فحطينا الموية الحارة على الرز، ولعت النار عليه بس ينطبخ نص استوى، وبعدين حشيل اللحمة حط الرز، واللحمة حطها بين الرز واغطيه واخليه ينطبخ 20-30 دقيقة. زي ما قلت لكم نسيت شيء مرة مهم اللي هي البطاطس، هنا قليت بطاطس او صال، بسم الله سوري بس لساعدني. اوكي، قليت هنا بطاطس، خليها بس تنطبخ شوية مع الدجاج واللحمة الطريقة. ليش احب اقلي البطاطس والخضار لما اجي اطبخها مع الرز؟ ما تنهري لما تجوا تقلوا الخضار وبعدين تحطوها مع الرز والطبخة وتنطبخ ما تنهري، ما تعجبش، عرفتوا؟ تجلس ماسكة نفسها ما شاء الله، عشان كده دائما احب اقلي اي خضار لما اطبخه. والزيت اللي انا بستخدمه لما اجي اقلي بقلي بزيت السنام، فزيت السنام طبيعي يعني يعتبر، فانا ما اشيل هم في القلي وفي هذا، عدمت الملابس كلها صارت حمراء، فعشان كذا احب اقلي الخضار، يعطي كذا يخليها طيب. في المرحله هذه عندي الدجاج خلاص استوى، فايش اسوي؟ حشيل الدجاج والبطاطس واحطها على جنب. شوفوا ما شاء الله، شيء ياخذ العدل. اوكي، حنشيل هذه كل الاشياء لان حنحطها بين الرز، تمام، نشيل دي الاشياء ونحطها على جنب، اخلي بس شويه من الصوص تحت، وابدا احط طبقه الرز، وبعدين احط طبقه اللحمه، بعدين احط طبقه الرز مره ثانيه، عرفتوا؟ شوف كيف شكلها هذه الطريقه. اللي بقي هنا مره قليل، يعني كميه الزيت اللي فيه بقي كده بهذه الطريقة. مرة شوي قليل، شايفين؟ بس صوص شوية. اوكي، بس هذا لسه الرز يبغاله لسه يستوي. خلاص الرز استوى نص استوى، شلت الصوص هنا، الدجاج وكل الأشياء. أهم نقطة انه نصفي المويه قد ما نقدر كويس، اوكي، ما تخلوا فيها مويه كتير عشان الرز لا يعجن معاها، تمام. نحط هنا اول طبقه بهذه الطريقه، تكون طبقه صغيره بس عشان الدجاج والإدام من تحت ما يلصق، فنحط رز، عرفتوا كيف؟ نقلبها بهذه الطريقه، تمام، نحط الرز، ممكن نضيف رز زيادة شوية، بس احاول اصفي الموية، بوريكم كل خطوة عشان تشوفوا معايا بالضبط.
نضيف الدجاج والخضار بالطريقة في النص. يمكن كثرت شوية زيت، أحاول ما أزود زيت زيادة من المرقة، بس أحط الدجاج والإدامات بالطريقة في النص، وبعدين أغطي باقي القدر، أغطيه بالرز. راح نحط لون وزعفران عشان يعطينا لونين. حار القدر لأنه حديد، الدجاج حار. مهم نحط كل شيء. اوكي خلاص حنحط كل شيء كده شايفين، وباقي الرز حنحطه من فوق، بعدين اشيل الاشياء الباقيه، وباقي الرز صفيه وحطه من فوق. نبدا نضيف الرز من فوق بهذه الطريقه. انا سويت كاستين ونص رز، يعني كاستين ونص ما شاء الله، عشان ما يبقى شيء في البيت، ما احب الاكل يجلس. كاستين ونص نحن ما شاء الله يعني تاكل كاستين ونص، تاكل يمكن نحن 5 6 7 8 اشخاص، نحن ماني عائله اكيده، عرفتوا كيف؟ فما شاء الله يعني لما نجي نطبخ كاستين ونص رز يمكن يبقى شوية أو ما يبقى شيء، فهمتوا علي؟ فما أحب الأكل يجلس، فدائما لما أجي أسوي كميات قليلة، ما أسوي كميات كثيرة. فأخلص الرز اللي هنا وبعدين أرجع لكم. آخر حاجة عندي هنا شيء غير صحي، اللي هو الصبغة اللي لونه الأحمر. أوكي الأحمر اللي هو أحمر أحمر. وعندي هنا تبولة اصبغ عليكم، واللون الاصفر حطيته من فوق، دحين حغطيه واخليه ينطبخ لمدة اوكي 20 دقيقة 25 دقيقة. مفروض احط قماش، احط قسطير عشان يمسك البخار، بس الغطا هذا قيدو تقيل عرفتوا، فما يحتاج اني هذا احط قسطير، بس اذا ما عندكم قدر زي هذا ولا غطا تقيل حطوا قسطير من جوا على اساس البخار يمشي يمسك جوا ويجلس 20 25 دقيقة. الغطا لسه ما صار حار. خليني اوريكم القدر هذا، حطيت فيه تحته حديدة ورخيت النار. تمام هنا انا جالسة اعمل الدال، هذا اللي حكبه فوق الدال. الدال عندي استوى وانطبخ، اضيف هنا عندي اوصال ثوم. طيب احط كمان شوية بصل، هذه الكشنة اللي احطها فوق الدال، يعطي طعم مرة لذيذ، دائما اسويها هذه الوصفة. تمام عندي هنا بحط حبات الكاري، اوراق الكاري كلها احطها مع بعض. تمام مكونات مرة كثير، حبات الكمون، كل ما تكتروا كل ما يطلع لس. خلاص هضيف كمان شوية سكر، طريقة ملعقة. بحاول افكر بسرعة ايش كمان احتاج. ايوه خل التفاح، لازم خل التفاح، انا بالنسبة لي يتحط في كل شيء. تمام ممكن نضيف كمان كله يتكشن مع بعضه، ابغى يتحمر ويتكشن مع بعضه قبل لا ينحرق، يعني نوعا ما يتكشن. اضيف شوية اوصال طماطم في الطريقة، خليه يطبخ. ممكن كمان شوية كاري اذا تبغوا، بهار الكاري في الطريقة، يعني انا احط اي حاجة عرفتوا كيف. خلاص كله حخليه ينطبخ على نار عالية، ولما يصير مرة حار اكبه فوق الدال، فوق الدال يعطيله كده نكهة لذيذة. سسة بغاله، شوفوا اوريكم كيف شكلها. ممكن كمان اضيف من هذا المسالة، بهار فلفل حار شوية اضيفه من فوق، بس يعطي نكهة الاكل الهندي. اوكي كتروا زيت عشان يعطيكم نفس النتيجة، انه كنه بنقلي كل الاشياء بتنقلي مع الزيت. خليني اوريكم الدال هنا كيف صار شكله، كذا صار شكله، بدأ ينحري
شايفين الموية يمكن زايدة شوية بس مي مشكلة، هو يصير تخين. هذا خلاص صار جاهز، بس أبغى الموية تتبخر شوية، أبغى هذا يتحمر وكله ينحرق مع بعض وكذا، يعني كأنه بينقلي. شايفين كذا شكله أبغاه، كل ما كترته زيت طبعا كل ما يطلع أطعم. ما أدري ليش ما بيعمل فوكس. خلاص هذه كلها أخذها بطريقة كيف شكلها، شايفين شيء مرة يشهي. تقوموا تاخدوه ده حطوه من فوق فوق الدال. خلاص وكذا الدال عندكم صار جاهز. خليني أوريكم الدال كيف صار شكله بدي الطريقة. حطيت له شوية بصل مقلي بس يعطينا شو اسمه بصل مقلي عشان يعطينا نكهة الأكل الهندي. كده صار شكله بدي الطريقة. أوكي صار خلاص كده صار ما شاء الله جاهز. أوكي شفتوا كيف تخين كده يدوب دايب زي السليق بس إنه ماسك نفسه مو مهري زي السيريلاك. عرفتوا كيف كده يكون بدي الطريقة. ان شاء الله وضحت الصورة. دحين خلاص هأغرف الرز، جهزت الطاوة. اوكي يمكن لينا 20 دقيقة 25 دقيقة دحين اجهز. طيب خليني اشوف الرز معاكم استوى معانا ولا لا. شكله استوى، شوفوا شايفين الرز هذا من فوق. طيب الرز الملون مي مشكلة شيلو دي طريقة. شايفين الرز البرياني صار كده بدي طريقة. الله 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 شوفوا شوفوا سمعتوا الرز كيف؟ نحن حنخلطه كده. نبدأ نشيل البرياني بدي الطريقة ونبدأ نغرف. انا احاول اخذ اللي تحت اول وبعدين اخذ الرز الابيض من فوق، هو حيتلخبط. شوفوا الرز البرياني كيف صار شكله بهذه الطريقه. نحط كل شيء نبدا بهذه الطريقه نسويها. وناخذ اخر حاجه اوبن ذس بصل مقلي نحطه من فوق بدي الطريقة. خلاص البرياني حقنا تقدروا تحطوا مكسرات تقدروا تحطوا اي حاجة كده صار شكله. وبس ان شاء الله يكون الطريقة عجبتكم يا رب. يعطيكم العافية، شكرا مع السلامة.